اليوم السابع مباشر. بعدين جه بقى الرئيس عبد الناصر سامح الله في هذا الوقت دفع 4000 جنيه للراحل سبوكايما ومحكمة سبوكايما وجابوا شويه عمال وطلعوا يهتفوا زي الجماعه دول كده بس كانت مختلفه. تسقط الديمقراطيه وتسقط الحريه وتسقط الحجاب وليبقى العسكري. الجناح العسكري اخذ الفكره وقال لك الشعب اللي ينادينا وانقلب ودفعنا ثمن ده 60 سنه تحت حكم العسكري. لذلك انا عايز اقول لكم يا جماعه بنقول يرحل فورا ده جزء من يس يعني كله كان فوق عم صاير مش كده برضه انا رايك ايه طبعا بيعمل سلام عشان اتكلم بعد ما تعملت الفرنس سايلنت قال لكم ان احنا مخاوفنا من مساله الاستيلاء على السلطه المرضي اقل لان احنا مش 54 احنا في 2012 52 دي كانت انقلاب عسكري تحول الى ثوره بتغيرات اجتماعيه الى اخره لكن في النهايه العسكري اللي عملناها فما يستولي على السلطه مساله يعني فيها كلام لكن اللي حصل في مصر في 2011 ثوره ولا يجوز ان حد يسرق هذه الثوره لحسابه او يستولي على الحكم خلافا لشعار الثوره اللي رفع وهو ثوره مدنيه مدنيه مناديه بفكر دوله مدنيه يعني دوله ما فيهاش لا كاب ولا عجب دولة لكل الناس لكل الشعب المصري أحباط مسلمين مرأة رجل سنة شيعة كل الأقليات كل الأشخاص كل العرقيات لها حق في هذا الوطن كمواطنين وهو التركيز على فكرة المواطنة إن المواطنة هي قيمة بغض النظر أنت أبيض أنت أسود أنت صعيدي أنت بحراوي أنت نوبي أنت بدوي انت اي كان. ارجع تاني واقول يا جماعة رغم ان المخاوف اقل لان دي ثورة ومحدش هيعرف يسرق الثورة اللي بيحصل في الشوارع في الاسبوع اللي فات ده يؤكد ان الثورة ما زالت قائمة وستظل قائمة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دماء الشهداء اللي دفعوا الثمن الحقيقي لهذه الثورة. لكن يبقى ان احنا المطالبة بالرحيل الفوري هي ضمانة ان يتم الرحيل في 10 مارس ولا في 10 حتى ابريل مش فارقه كتير لكن المهم ان احنا نقدر نقول فورا عشان نصل لتامين المرحله وما نغلطش غلطه اللي حصلت من 4 مارس حتى نهايه مارس اللي هو ترتب فيها السيناريوهات. وبالمناسبه المظاهرات اللي طلعت في 54 طلعت من العباسيه برضه سبحان الله حاجات كتير جدا شبه بعضها. وبالمناسبه كان عندهم حاجه اسمها المجلس الاستشاري ما كانش اسمه حاجه تانية مش مثلا مجلس شورى او مجلس الاستشاري نفس النص. وكان بيقول المجلس الاستشاري ده بيتقروا جرايد 54 تكليف المجلس الاستشاري باتخاذ كافه القرارات وعدم مش عارف ايه نفس الكلام نفس السيناريو كان المؤلف واحد كان الكاتب سيناريو واحد. عايز اخلص من هذا الكلام ان احنا بحزب وقت الثورة ونؤكد على ثورة جدنا وهي الاستمرار في الثورة اللي هي جزء من اسمنا وجزء من تراثنا وجزء من تاريخنا كحزب هو الحفاظ على هذه الثورة والاستمرار في هذه الثورة حتى تحقق أهدافنا كاملة. من هنا عايز أقول وده ليس مفاجأة لكن في سياق المسار الطبيعي للحزب احنا مشاركين في الاعتصام او في العصيان يوم الاحد القادم وبشكل رمزي تاكيدا لمساندة مطالب الثوره والتزاما بقرار الجماعه الوطنيه المصريه. هذا قرار الحزب في هذا الشهر مع التمسك بسلميه كل مظاهر الاحتجاج مع ايماننا ان البقاء في محيط وزاره الداخليه عمل غير مفهوم وغير مبرر وانا بعتقد ان مكان الثوره الطبيعي هو في ميادين التحرير في مصر. احنا مش بنقول ان احنا نتخلى عن ابنائنا اللي موجودين هناك لكن لازم نوضح لهم ان وجودهم في هذه المواقع يعطي مبرر لتصرفات مش مبرر مفيش مبرر لهذه التصرفات. ولهذا احنا بنندد بكل ما حدث في الايام الاخيره وبالذات مساء امس من عنف ومبالغ فيه واطلاق خرطوش اصابه اعداد كبيره وعوده وفيات
تصاعد الوفيات. احنا عندنا تقريبا متوسط الذين ماتوا بعد رحيل مبارك 10 كل يوم، وهذا رقم مفزع. ان احنا كل صباح تقريبا بنفقد 10 من افضل ابنائنا بنسب. ارجو ان احنا درءا للذرائع ان احنا يكون لنا دور ومشاركين فيكم في الميدان كل يوم دور، وان احنا نحدد اماكننا ونكبر اعدادنا، لان الاعداد الصغيره بتغري المعتدين على الاعتداء. وما نسيبش اولادنا ابدا حتى لو اخطاوا، لازم نكون واخدينهم في حضننا ونحافظ على هذه الجواهر، لان هي في النهايه بالفعل اعظم واشرف ما شهدت مصر في العام الماضي هو هذا الشباب المحترم المثابر المقاتل الصبور الذي تحمل ما لا يحتمله بشر في الفترة الأخيرة من تشويه وتنكيل واتهام بالبلطجة والعمالة واتهام إلى آخره، ولكن كان لديهم مواقف شريفة. بمناسبة الشرف، غياب الشرف أحيانا، قرأت كما قرأتم جميعا، وأنا هختم بكلامي النهارده، تصريحات من السيد وزير الداخلية، وأنا الحقيقة بأقدر هذا الرجل. ده أول وزير داخلية يجي مصر من 20 سنة، أنا معرفوش شخصيا قبل ما يجي، فأنا ما عنديش أي علاقة شخصية ليه، وما أعرفش ليه، ما جاتش صدفة. حتى اللي جم قعدوا أسبوعين زي والدي زي غيرهم كلهم بتعرفهم وعارف تاريخهم الوظيفي، هذا الرجل يعني لم ألتقي به إطلاقا. ورغم هذا أنا بشتم هذا الرجل، بذل جهد إلى حد ما كان ملموس في الغياب، لكن هو قال تصريحات النهارده لازم يعني نحقق بعضها ونوضح بعضها. قال انه قرر تفريق عصابه الكرة على 5 سنوات، واتمنى ان يكون مش صحيح اللي انا قراته، ان مجموعه منهم على راسهم جمال مبارك وعلاء مبارك وضعوا سجن ملحق المزرعه. حد فيكم كان في السجن غير الاستاذ زميلي؟ في نفس المكان. لا يا ريت نفس المكان. والعقرب في نفس المكان. بس الكوره يا استاذ. انت كنت في مزرعه الكوره؟ 99. انا حتاكش انا 99. انا دخلت مزرعه الكوره دي واحده من اول دخلتها 2005. بحط فيها المشاقين اياميها. عايز اقول لك بس اسمحوا لي اوضح يعني ايه ملحق مزرعه الكوره. السجون في مصر ثلاث أقسام. سجن أو سجون سيئة السمعة بسبب الزحام، ودي يخش تحت هذا البند كل سجون الأرياف، البحيرة بقى والمنصورة والسجن بتاع القطة ده بشع، وسجون اللي هي أسيوط، كل الكلام ده دي سجون سيئة للزحام ولسوء الخدمات والنتائج للزحام. وفي سجون بتكوينها او انشائها نفسه يؤدي ان يكون السجن سيء السمعه، زي سجن العقرب وزي سجن استقبال ترى، لان دي سجون اسمنتيه بنت بطريقه الحقيقه غير انسانيه، يعني حتى يعني لا تستطيع الزواحف ان تعيش فيها. وكان من ضمن هذه السجون سجن اللي كنت محبوس فيه مع محمد مورو اللي كان معانا امبارح، معرفش اجتماع ده. ده كان سجن القلعة، لأن السجن بتكوينه كان تحت الأرض، فكانت المنطقة شديدة الرطوبة في الشتاء قاتلة في الصيف. ده نوع من أنواع السجون السيئة، وده نوع تاني اللي هو بإنشائه سيء. وفي نوع من السجون اللي هي بتعتبر سجون الدرجة الأولى، وهي سجن مزرعة الطرق وسجن الملك. وكان في وقت من الأوقات كان اللي هو عناطر، لانه كان سجن اجانب، ودول ثلاث سجون حقيقه بيعتبروا سجون الدلع للمساجين، والكثافه السكانيه فيها معقوله، يعني حياه ماشيه كده. في بقى سجن وحيد كده هو السجن خالص، ما بيتصنفش مع السجون، وهو الملحق. ايه بقى الملحق ده؟ ده فيلا دورين عباره عن 4 اوض معمولين بالخشب الباركيه، فيها عياد اسنان وحمامين ومطبخ. ده منتجع. وحواليها جنينه
فيها شجر مانجا. أنا عايز أروح السجن بقى. ما يدخلوش في ستات. لا ده سجن كل طاقة الاستيعابية 14 مسجون. إذا السجن كله اتملأ يعني إذا ملوا السجن كله وعمر وبيحصل بيبقى كل السجن ده 14 مسجون. وفي بقى مأمور ونائب مأمور ورئيس مباحث ومعاون مباحث ودكتور اسنان واثنين ممرضين يعني في 14 خدامين لل 14 ساكن. مين كان ساكن السجن ده من 20 سنة؟ مين اللي كان ساكن؟ الأولاد؟ لا علي أمين ما تسجنش خالص. مصطفى أمين سجن في الليمان ما تسجنش حتى وراح المزرعة فترة قليلة. اللي ساكن السجن ده من 20 سنة يا فندم الأولاد اللي كانوا الإسلاميين اللي كانوا في أفغانستان اللي رجع منهم واعترف اعترافات تفصيلية على زمايله وادى معلومات مفيدة كرموه وحموه إن هم قعدوه في السجن ده عشان التانيين ما يقتلوهوش. هم مالحقين ومشقين يا دكتور. وكان بالظبط كده. وكان هذا السجن عبارة عن منتجع بيزوروا الزوجات بيزوروا المساجين حتى وقت متأخر جدا بالليل. المساجين قاعدين بنلبسهم المدنية. كل حاجة فيه كأنك قاعد في فيلا خمسين. هذا هو السجن الذي ينقل فيه جمال وحيد في ملحق الله. إذا صح هذا النبأ الذي نشر اليوم فأنا بقول نحن أمام شيء مخزي جدا. وأنا مش ضد أبدا أن يعامل كل السجناء معاملة كريمة. لكن يبقى كل السجناء لا يختص حد بنمط المعاملة والآخرين بيعاملوا معاملة في غير السجن. أنا شخصيا بقول أنا مش مندهش ومش مندهش أبدا أن وزير الداخلية بيقول النهاردة أن هو سيبذل جهدا كبيرا خلال أيام لإعداد مستشفى سجن مزرعة الثورة. والمناسبة المستشفى دي أنا دخلتها مرتين، مرة في 81 وكنت مضرب عن الطعام، ومرة تانية دخلتها في 2000 وقعدت فيها 3 سنين آخر مرة، وعارف المسألة. هذه المستشفى أما أنا رفعت قضية عشان هذا المستشفى غير صالح للاستخدام في هذا الوقت، رد حسني مبارك وقال ده مستشفى 5 سنين. أي من هو قعد في مستشفى 5 سنين. والحقيقة أما قالوا إن هم هيقولوه مستشفى سجن مزرعة الثورة طلع الوزير السابق اللي هو عيسوي قال المستشفى غير مؤهل للمرة وإحنا محتاجين وقت. ومضى 8 أشهر على القصة دي. وبعدين جه وزير الداخلية امبارح قال بدأنا العمل في إعداد المستشفى عشان خلال أيام تستقبل حسني مبارك. أنا شخصيا بقول واحد فيهم كذاب ولابد أن يسأل من قال وضلل الناس وقال المستشفى بدأ العمل فيها ويتباين هما لسه ابتدوا عمل النهاردة عشان يستقبلوه قبل يوم 11. في النهاية هذا التواطؤ وهذا شكل من أشكال الكذب وعدم الوضوح. وإحنا بنقول اللي منع إيداع حسني مبارك السجن ومستشفى السجن وفقا للقانون لابد ان يحاسب. وبقول في النهايه اللهم لا شمال لا نطلب ابدا الاساءه لشخص لكن نطلب العدل والمساواه بين الجميع ولا يكون هناك تفرقه بين شخص وشخص. انا بشكركم ان انتم تسع صدركم للبيان اطول من طبيعي. اليوم السابع مباشر.